السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في كوزيتي. اليوم راح نحضر لكم واحد الوصفة يديروها في الغرب بزاف. هذه الوصفة هي تاع بالكوكس بالكور. هذا الكور هو سميد مقلي، نضيف له البصل والثوم والقرايس الكثرة راس الحانوت والقزبر والمعدنوس، نزيدوا له البيض ونلموه. درك نفوتوا للطاجين تاعنا تاع البركوكس. هاي الخضرة قطعتها اون كوب، حبة زرودية، حبة لفت، حبة قرعة، شوية حمص، وحبة بصل خضراء، وسنينة تاع الثوم. دروك انا راح نحط الزيت في الطاجين. ماشي شرط يكونوا عندكم طروفة تاع الدجاج، هذاك الظهر تاع الدجاج نديرو به العيش، ويجي بزاف بنين هذا الكور بهذا الدجاج. نديرو 3 مغارف تاع الزيت، نقطعو عليهم هذاك البصل، هنا راني نحضر في المرقة تاع البركوكس أو العيش. نقلو هذاك الدجاج بدمه، الظهر تاع الدجاج، نقلو هذاك الدجاج مع البصل، نضيفو زرودية، حبة زرودية، حمص، نزيدو حبة لفت، ممكن نديرو هاد القرعة، الكوزي. سنينة تاع الثوم، نقلو مليح، تقدرو ديرو في الطاجين ولا في لاطوطوط. ما ماما تحب الخضرا باش مصغرتها بزاف، يعني دارت هادي كوب، اون بتي كوب، مكعبات صغار، هادي داك هنا. هذا البقايا تاع الدجاج، بعد ما تقلاو شويه نحطو لهم شويه لوبيتيس، نحطو شويه تاع الزعتر، شويه كركم، شويه قرفه، شويه فلفل، وشويه تاع الزنجبيل. نزيد شويه تاع الكرويه، نزيد شويه تاع الملح، نخلطو مليح الخضره نتاعنا مع هذاك الدجاج. بعد ما تقلات هذيك الخضره نتاعنا نضيفو طوماطيش، حبه طوماطيش مقطعه، هنا حبه طوماطيش مقطعه، نخلطو مليح الخضره مع الدجاج، نزيدو مغرف صغيره تاع الطماطيش مصبرة، نحركو مليح. أنا استعملت هذا العنق مع هذا الظهر لخاطر يجي بنا بزاف، والعيش يجي بنين بيهم. نزيدو شوية فلفل عكري، ما بغيتش نكثر لا طوماط كونسونطري باسكو تجي حامضه، تحمض لنا العيش.
حتى غتلف العكري فيه في العكري و حتى ما تخش. بعد ما قليناها مليح نمرقو نمرقو مباشرة فوالا. نخلو الخضره تاعنا يدخلها شويه طياب، نفوتو لتحضير هذاك الكور. انا درنا المرقه تاع العيش تاعنا طيب تاع البركوكس، خلينا هذيك الخضره يدخلها طياب مليح، ودوك نفوتو لهذوك الكور هذوك الخبيزات تاع السميد المحمص. حمصت السميد كميه كيما هكذا ان بول، ولا درت له حبه بصل خضراء. كل ما كثرتوا البصل والثوم وكامل كل ما تجي الوصفه مليحه. وانا درت له البصل والثوم حبه كامله، حبه متوسطه نقيتها وقطعتها ودرتها داخل مع هذا السميد المحمص، وزدت له الحشيش. انا درت كميه قليله، وانتم ما تبغوا تكثروا كثروا. هذه الوصفه تبغي بزاف لي زيبيس، كثرتها راس الحانوت كيف كاين راس الحانوت، كثروا لها. انا ما عنديش بزاف، راح ندير شويه شويه من كامل لي زيبيس. هذه الوصفه تعلمتها من عند الوالده الكريمه ربي يذكرها بخير، نبلغ لها التحيه. درت شويه زعتر، شويه كرويه، شويه قرفه، شويه زنجبيل، والكركم. زيدوا شويه فلفل. نديروا شويه تاع الملح باش تجينا تجي بنين، ما نكثروش بزاف. نزيدو البيض، نحط وحده وإلا خصني نزيد. نلون هذا السميد المقلي بالبيض، ونزيدلو شويه من هذيك المرقه تاع البركوكس اللي رانا نحضرو فيها اللي راهي فوق النار. هاي حبه تاع البيض مكفاتنيش نزيد، نروحو نزيدو الحبه تاع البيض الزوجه، وإلا مكفاتناش نزيدو وحده اخرى. نزيدو نحطو الزيت، جوج ملاعق ولا ثلاثة هكذا. بعد ما ضفنا الحبة تاع البيض الزوجة، رايحين نضيفولو البودة تاع المرقة هاذيك اللي راهي طيب، نزيدو نلموه بها، نحطو هادي ونشوفو على حساب التلوان. لمو مليح هذيك العجنه بيدينا باش تدخل كاع المكونات في بعضها. نورمالمون ما نزيدش البيض، هذا هو هاي تكور. دوك نبدا نشكل خبيزات، ندو كميه من هذاك الخليط، نكوره كيما هكذا ونشرطو زوج شرطات هكذا باش تدخل في المرقه. او العيش بعد ما غليته شويه، قصت هذاك الماء، رميتلو هذاك الماء، رميتو نديرو في هذيك لاصوص يطيب. نخلوه يطيب. هذو هما الخبيزات تاع الدواء ولا الكور اللي وجدتهم، راح نديرهم في المرقه يطيبوا. نديرهم في لاكوكوت، في المرقه اللي نقصتها في لاكوكوت نديرو لهم، نحطهم في لاكوكوت
وحده بوحده ونغلقوا عليهم ونخلوهم ان كارد دو يكونوا طابوا ونقلعوهم. هاو العيش تاعنا بعد ما طاب، وهما دوك الخبيزات هاهم هنا طابوا طابوا ما شاء الله. طريين يجو طريين بنان. هذيك المرقة درك نحطو العيش نتاعنا في الطبسي تاع الفخار، أكلة تقليدية نحطوها في صحن تقليدي. درك نزينو هذاك الطبق تاعنا تاع العيش بهذوك الكويرات اللي طيبناهم، هذوك الخبيزات تاع السميد المحمص السميد المقلي. بالمناسبة راني استعملت سميد موية متوسط. شهية طيبة ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. لا تنسوش تدعموني بلايك وتفعيل الجرس. إلى الملتقى مع وصفة أخرى إن شاء الله، وشكراً.